حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها اليوم لموضوع الانقلابات على الديمقراطية في العالم وبشكل أدق في المنطقة العربية، والتي عرفت في تاريخها المعاصر العديد من الانقلابات، كان آخرها تلك التي أعقبت ثورات الربيع العربي. وقد اختلفت هذه الانقلابات في طرقها وآلياتها بين انقلابات بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، وأخرى تسمى انقلابات ناعمة عبر القوانين وتأويلاتها، وأخرى بين هذا وذاك. ولكن يبقى جوهر الانقلابات واحدا، وهو القضاء على الديمقراطية وتكريس حكم الفرد الواحد. يرافقنا في الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ محمد المصري، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا أستاذ محمد. ودكتور عمر روابحي، خبير دراسات شمال إفريقيا لدى مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أهلا بك معنا دكتور. نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. الانقلابات العسكرية مصطلح يتحول لظاهرة في بلدان العالم العربي، خصوصا مع التغيرات الأمنية والسياسية فيه وانتقال موازين القوى من طرف لآخر. ففي أواخر 2010 شهدت أغلب البلدان العربية ثورات شعبية انتهت بإسقاط رؤساء وأنظمة، وفتحت بابا من الأمل على حكم ديمقراطي وحرية وشيء من الكرامة. ما فتئ الحلم يتشكل حتى تبدد ثورات مضادة وانقلابات عسكرية وتغول لمنطق القوة والسلاح. وكان أول الانقلابات في مصر في يوليو 2013 على أول رئيس ديمقراطي مدني منتخب في تاريخ البلاد، لم يحكم سوى سنة واحدة، وجه فيها ومن معه حملة تشويه وتعطيل شعواء انتهت بانقلاب عسكري. اتخذ من منطق الثورات الشعبية وسيلة للعودة إلى حكم العسكر والسيطرة على البلاد بقوة الحديد والنار وقمع المعارضين، متسببا في واحدة من أكبر مجازر القرن، مجزرة رابعة، التي راح ضحيتها 670 شهيدا بين رجال ونساء وأطفال، وأكثر من 4000 جريح. شكل انقلاب مصر تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الخطوة الأبرز لعربي الثورات المضادة والانقلابات، حيث أعيدت الكرة في السودان في نوفمبر 2021، وبسيناريو مشابه إلى حد بعيد انقلب الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان على مكتسبات الثورة الشعبية، وعزل بالقوة المكونة السياسية من السلطة بهدف الانفراد بها وإعادة البلاد إلى الحكم العسكري المنفرد، وهو ما لا يزال الشعب السوداني رافضا له، متظاهرا ضده وضد الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة العسكرية في حق المحتجين المدنيين. وفي يوليو 2021 امتد سرطان الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ومسار الديمقراطية إلى مهد الثورات العربية تونس، حيث ظلت البلاد تناضل لعشر سنوات كاملة من أجل الحفاظ على مكتسباتها الديمقراطية، إلى أن انقلب عليها الرئيس المنتخب قيس سعيد فيما يعرف بقرارات 25 من يوليو، جمد من خلالها البرلمان والحكومة، لتدخل البلاد بعد ذلك في أتون صراعات سياسية بين الرئيس والأحزاب، ولينعكس ذلك على الوضع المعيشي والاقتصادي والأداء الحكومي في البلاد. تدهور غير مسبوق وأزمات اجتماعية معيشية جعلت تونس مهددة بالإفلاس. وبين اختلاف شكل الانقلابات بين العسكرية الدموية والناعمة السياسية، تبقى النتيجة واحدة: حكم فردي ديكتاتوري، وأوضاع اقتصادية سيئة، وشعب محكوم بالحديد والنار، وحريات شبه منعدمة. فما مستقبل المنطقة العربية في ظل حكم عربي الانقلابات والديكتاتوريات؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أجدد الترحاب بضيوفي الأستاذ محمد المصري، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا مرة أخرى. وأيضا دكتور عمر روابحي، خبير دراسات شمال إفريقيا. لو بدأت معك دكتور عمر، أبرز أشكال الانقلابات التي شهدتها الحالة العربية منذ التحرر من الاستعمار، كيف كانت شكل تلك الانقلابات؟ هي في الحقيقة المنطقة العربية يعني منذ يعني جلاء الاستعمار عنها هي منطقة يعني حكمت يعني كأنه كان الأمر مصيري، يعني أنها تكون توجهاتها هي قريبة من المحور المضاد للقوى الغربية التي خرجت وانجلت عن هذه الأوطان. لذلك فتوجهات الاتحاد السوفيتي معروفة يعني سابقا، أم روسيا يعني لاحقا، يعني لا تهتم كثيرا بال يعني بالشفافية والديمقراطية و
فكان من الطبيعي أن يعني تسلك هذه الأنظمة هذا المسار. هناك نقطة أيضا مهمة، الأنظمة التي خاضت كفاحا مسلحا ضد القوى الاستعمارية، فكان من الطبيعي أيضا أن تتحكم فيها أجهزة فرض النظام أو القوات المسلحة التي في نظرها هي التي حصلت الاستقلال وهي التي قاومت وهي التي نجحت، بالتالي يتعين أن تحكم، هي التي تحصل على تحكم. نعم. يتعين أن تحكم، فهذا كان أيضا يعني مسار طبيعي. لذلك يعني أيضا هناك نقطة أخرى ثالثة، القوى الاستعمارية يعني بدءا من فترة الخمسينات وفترة الستينات يعني مع انتشار المد التحرري يعني كأنها قوى اتفقت على الجلاء العسكري من هذه المناطق، مناطق العالم الثالث، واستبدلت التأثير عن طريق الجيوش والاحتلال بالتأثير عن طريق الاقتصاد، عن طريق السيطرة على النخب، عن طريق التمدد الثقافي والسياسي. لذلك فيعني هذه كان أيضا هذا عامل مهم حتى تستبقي هذه القوى، يعني القوى الغربية تستبقي مستعمراتها السابقة خاضعة، واعتبرت يعني هذه القوى دائما الديمقراطية هي عبارة عن تهديد كبير يعني يمكن أن يقضي على مصالحها في هذه الدول. نعم. أستاذ محمد، لو أردنا البحث في عوامل وأسباب الانقلابات، البعض يعتقد أن الانقلابات لا تتم إلا إذا حظيت بغطاء خارجي، والبعض يذهب باتجاه آخر أن هناك عوامل داخلية ساعدت باتجاه هذا الانقلاب، بالتالي لا حاجة للغطاء الخارجي. العوامل الرئيسية، الأسباب الرئيسية التي تدفع للانقلابات، هل هي العوامل الخارجية أم الداخلية؟ هي لو أردنا أن ندرس الحالات التي حصلت فيها انقلابات لا شك أنها مشتركة، يعني فيها عوامل داخلية. نعم. وعوامل خارجية. حتى في بعض الأماكن التي كانت العوامل فقط داخلية كان هناك قدرة على يعني القوى المسيطرة على مستوى العالم أن تتحكم وأن تجير هذا التغير السياسي الذي حصل لمصالحها، ففي بعض الأحيان كانت تتدخل وفي بعض الأحيان كانت ترضى عن هذه الحالة التي حصلت، يعني بغض النظر سواء كانت هي التي دفعت باتجاه هذا الانقلاب أم لا، هي قادرة ما زالت تملك ديناميكيات التحكم بمآلات هذه الحركات السياسية أو العسكرية وتجيرها لمصالحها الخاصة. فبالتالي أنا أرى أن هناك نعم عوامل داخلية، قد تكون هناك عوامل داخلية، ولكن الخارج مؤثر بشكل كبير. قضية الاعتراف فيما بعد بالسلطة الناشئة. نعم. هذا أمر أيضا مهم جدا يحتاج إلى أيضا يعني اعتراف من قبل الدول الكبرى هي متحكمة بالنظام الدولي، فبالتالي هذا أيضا يلعب دور كبير في قضية يعني الاعتراف بالانقلاب وعدم الاعتراف. لو فصلنا أستاذ محمد في العامل الداخلي، ما الذي يدفع الجيش أو النخب السياسية المسيطرة الحزبية على سبيل المثال للقيام بالانقلابات، ما الذي يدفع؟ يعني من أهم الأسباب. نعم. أن هذه القوى كما تفضل الدكتور، هذه القوى التي كافحت على المستوى العسكري ترى أنها الأحق بحكم هذه البلاد، سواء وصلت هي بنفسها إلى سدة الحكم أو كانت عبر القوى العسكرية والجيوش التي تعتبر أنها حاكمة أو هي حامية لنتائج الثورة أو. نعم. للثورة. فبالتالي في بعض الأحيان هذه القيادات كانت ترى بأن القيادة السياسية، طبعا ليس هذا الأمر يعني قيمي بحت، في بعض الأحيان قد تتعارض مصالحها مع مصالح الطبقة الحاكمة. نعم. ففي هذه الحالات تقول بأن هذه الطبقة الحاكمة هي تخون مبادئ الثورة أو تتعارض مبادئ الثورة، ونحن دورنا كقوى شاركنا في حماية في تحقيق النصر والقيام بالثورة، نحن مؤتمنون على حماية الدولة وحماية الثورة من قبل هذه الطبقة الحاكمة، وبالتالي يحصل الانقلاب. هذا المبرر. نعم. في أغلب الأحوال تكون هذه المبررات التي تحصل، يعني هذه واحد من أبرز المبررات باعتبار أن هذه القوى التي قادت هذه الثورات هي التي حكمت فيما بعد، سواء كما قلتك عبر الجيوش أو عبر السلطة. نعم. الحاكمة. دكتور عمر، بذات الإطار لو أخذنا الحالة المصرية نموذجا على سبيل المثال، هي حالة مختلطة، هل نستطيع اعتبارها حالة مختلطة بمعنى الانقلاب لم يكن دمويا لكنه كان بإطار آخر، لكنه بالنهاية أخذ شكلا عسكريا في 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 ختامه، هنا أيهما لعب أكثر، العامل الخارجي الذي سكت على الانقلاب على سلطة منتخبة ورئيس منتخب، أم أن هناك عامل داخلي، هناك رأي عام داخلي أيد هذا الانقلاب؟ والله يعني نحن نحتاج إلى أن نعود يعني إلى المفاهيم التأسيسية. نعم. في العلوم السياسية، يعني مفهوم الانقلاب الناعم هو دائما مرتبط باستخدام جزئي أو كلي للمنظومة القانونية والدستورية، و عن طريق المؤامرة يعني تصل جهات محددة يعني داخل السلطة إلى الحصول على السلطة بهذه الطريقة. هذا هو الانقلاب الناعم الذي لا يستخدم فيه العنف ولا. نعم. نجد دبابات أو أسلحة أو اعتقالات أو تعذيب أو غير ذلك. أما الانقلابات الخشنة
فهي الانقلابات التي يعني تنزل فيها الجيوش وتنزل فيها الدبابات إلى الشوارع وتكون كما جرى في مصر. كما جرى انقلاب دموي، انقلاب لا نستطيع أن نسمي ما جرى في مصر، هو يعني مسألة مختلطة. حتى الأمريكان حتى الأمريكان عندما سئلوا قالوا أنه هذه بطة عرجاء يعني. نعم نعم، تعبير وزير الخارجية جو ماكين. نعم جو ماكين. نعم. فإذا كانت هذه البطة عرجاء فهي عرجاء يعني. نعم. إذا كان هذا انقلاب فهو انقلاب يعني في توصيفها القانوني. أما مسألة الاعتراف فيما بعد فتلك مسألة أخرى. يعني العالم يعني الذين عايشوا فيه هو محكوم بنظرية كما يسميها الفقه الدستوري الفرنسي، نظرية الموظف الفعلي، أي نظرية السلطة الفعلية التي تمسك زمام الأمور وتكون لها ترتيبات وعلاقات دولية تضمن مصالح القوى الأخرى، فهذه عادة تحصل على الاعتراف. نعم. في الحالة العربية، في الحالة العربية كم هو حجم ودور العامل الخارجي في تأطير وترسيم الانقلابات؟ كم يلعب؟ لو أردنا أن نعطي نسبة تقريبية، العامل الخارجي كم يلعب في الانقلابات التي حدثت في الحالة العربية؟ يعني هو الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى النظر أو دراسة أو معرفة حقيقة الدولة العربية. نعم. المعاصرة. أنا برأيي أنها دولة تكاد تكون أقرب إلى الدولة الوظيفية في المنطقة، لذلك يعني هي يعني قضية أنه مغادرة المستعمر لهذه المنطقة ثم النخب التي حكمت هذه البلاد كانت هي تحافظ على مصالح هذا الاستعمار في بلادنا، فبالتالي هي حرصت دائما على أن تحافظ على مصالحه في مقابل أن يضمن بقائها في السلطة. فبالتالي قضية العامل الخارجي يلعب دور كبير جدا جدا باعتبار أنه الضامن لوجود هذه السلطات في الحكم، وبالتالي في لحظة معينة إذا تغيرت مصالحه في أي دولة هو قادر على أن يقلب الحكم على هذه النخبة التي تحكم، وبالتالي يلعب دور كبير في إحداث الانقلاب وفي تسهيله ثم في الاعتراف به وفي تمكينه في السلطة في هذه البلاد التي حصل فيها انقلاب. نعم. دكتور عمر، وضعية الدولة، ثروة الدولة، الموقع الجيوسياسي للدولة هي عوامل رئيسية تلعب في التدخل الخارجي من عدمه. إلى أي مدى هذه العوامل يعني في ظاهرها هي عوامل خير للدول، دول لديها ثروة نفطية، دول لديها موقع جغرافي أو جيوسياسي يعني مؤثر واستراتيجي، إلى أي مدى هذه النعم باتت نقمة وجزء مساعد في موضوع الانقلابات والتغطية الغربية التي لها مصالح في المسألة؟ نعم، هذه نقطة مهمة للغاية. يعني الهوية الجيوسياسية أو هوية الجغرافيا السياسية للدولة تلعب دورا كبيرا في استدعاء الانقلابات وفي استدعاء التدخل الخارجي. نعم. أيضا يعني أعطيك مثال، القوى الغربية مثلا يعني في معادلات الجغرافيا السياسية هي مستعدة أنها يعني تصل إلى مديات عليا جدا في التوتير في بعض دول الشرق الأوسط، ولكنها يعني تكون مترددة في دول المغرب بسبب قرب يعني هناك. نعم. يعني قرب الحدود ويعني بحر قصير جدا، وهناك خوف من تدفق يعني ملايين من اللاجئين على اوروبا ومناطقها الجنوبيه. فهذه معادلات يعني تلعب دور كبير جدا في التاثير على الانقلابات السياسيه. ايضا هناك يعني العامل الخارجي هو عامل مؤثر لانه يعني يقوم يعني خصوصا الاستعمار الفرنسي يعني خصوصا تاريخيا، لأنه يقوم بمسح شامل ديني وثقافي ولغوي ويتمكن من معرفة التركيبة الداخلية للدول المستهدفة، لذلك فهو دائما بالعادة يعني ينجح في هذا المسار. يعني هناك مقولة أنه الشعوب المستضعفة لا تعرف نفسها بقدر ما يعرفها عدوها، فمعرفة العدو وقيمه بهذا المسح هي بمثابة النفاذ والتدخل بتوظيف التناقضات الداخلية لهذه المجتمعات. نعم. هناك سؤال يعني محوري، الشعوب العربية نجحت في حالة الثورات العربية الأخيرة، الثورة يعني البعض يعتقد أنها أصعب من المحافظة عليها، والبعض يعكس الصورة المحافظة على الثورة هي أصعب من القيام بالثورة بحد ذاتها. السؤال، لماذا نجحت الشعوب العربية في الثورات وفشلت في المحافظة عليها، بالتالي كانت يعني فريسة سهلة للانقلابات عليها؟ نعم، ابتداء بالنسبة لموضوع الثورة، لا شك أن الشعوب العربية تعيش حالة من الاحتقان على كافة المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الفكري الثقافي، على كل المستويات. لذلك قضية الخروج بثورة ضد يعني السلطات الحاكمة في البلاد أمر قد يبدو للمهلة الأولى أنه أمر يتناسب مع الواقع الاجتماعي الموجود في هذه الدول. نعم. يعني بمعنى هذه الدول، هذه الشعوب محتقنة، وبالتالي عبرت عن احتقانها وعن غضبها في الشارع.
قضية استثمار مكاسب الثورة هو الأمر الأصعب. لماذا؟ لأنه استثمار ما حصل في الشارع وتحويله إلى مشروع سياسي يكون نائب أو هو يحل محل السلطة التي كانت حاكمة، هذا أخطر بكثير وأصعب بكثير من القيام بالثورة. الشعوب العربية للأسف، وهذا يحتاج إلى دراسة اجتماعية، نعم، لكل الشعوب العربية في أغلبها تفتقر إلى النخب القادرة على أن تؤطر المجاميع الثائرة وتحويل حركتها إلى مشروع سياسي، نعم، حاكم في هذه الدول. هذه النخب أيضا يعني غير موجودة في أو يعني تكاد تكون معدومة في الدول العربية لأسباب كثيرة، منها أن الدكتاتوريات التي حكمت الدول العربية منعت، نعم، هذه المسألة يعني حتى النخب تضمن. النخب، نعم، هي بين حلين، إما، نعم، أن تكون مصفقة للحكم وهي متواطئة مع الحكم، وإما إذا كانت رافضة فمكانها إما في المقابر أو في السجون أو أنها هائمة على وجهها في البلدان هربا من بطش الحاكم. فبالتالي هذه الشعوب التي خرجت تعبر عن غضبها، هذا الغضب المرتبط بجزء كبير منه بلقمة عيشها، نعم، نحن نعيش واقع اقتصادي صعب جدا في الدول العربية. هذه الشعوب وجدت نفسها في مكان هي تقاتل بلا نهاية، فبالتالي تحتاج في لحظة معينة من يأتي ويأطر هذه الحركة ويستغل ويرشد الإنجازات التي حصلت من خلال هذه الثورات في بعض الساحات وتحويل المشروع السياسي. هذا ما كان مفقودا، هذه الحلقة، نعم، المفقودة في الثورات التي حصلت في الدول العربية. ناهيك عن أمر آخر، أن هذه الأنظمة بما تملك من نفوذ في داخل المجتمعات، هي تملك الأجهزة الأمنية، الإعلام، الاقتصاد، القوة، كل شيء، فبالتالي استطاعت أن تلتف على هذه الثورات، وأيضا بمساعدة غربية في بعض الأحيان، لأنه كما قلت لك قضية الثورات العربية في بعض الأماكن كانت تهدد بإجهاض المجهودات التي قامت بها هذه الدول لاستقرار مصالحها في هذه الدول، وبالتالي حمت الأنظمة الحاكمة وكان عندها القدرة أن تلتف على هذه الثورات، نعم، وتفرغها من مضمونها، نعم، يعني تنقلب عليها بطريقة يعني، نعم، فكان هناك حديث عن ثورات مضادة يعني حصلت، نعم، في الدول العربية. امتداد للفكرة التي ذكرها الأستاذ محمد دكتور عمر، نعم، ربما ما يميز الحالة المغاربية أن الاستعمار الفرنسي هو استعمار ثقافي إلى جانب يعني سلب الثورات، بعكس ربما الاستعمار الإنجليزي في بلاد الشام أو ما شابه ذلك. ثقافة المستعمر الفرنسي دفعت باتجاه تعزيز يعني ما يريد في المستقبل من خلال الوعي الجمعي للناس. هل ما يجري اليوم في دول المغرب العربي، ونضرب الحالة التونسية على سبيل المثال كمثال، هل تلك التغذية الثقافية الفرنسية أثرت بشكل أو بآخر على مفهوم الخروج على يعني على الظلم أو رفض الانقلابات أو الذهاب بمسار ديمقراطي حتى نهاية الطريق، أم أن للمسألة لربما ضغوطات أخرى؟ لا، فرنسا يعني لا تخطئ عين الباحث والمدقق على أنه تعرف يعني منذ سنوات حالة من الضعف ومن الانهيار، نعم، لذلك فتأثيره على المنطقة المغربية يعني تراجع بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا. الآن هناك فواعل أخرى تدخل إلى المنطقة المغربية، يعني عندك الروس يعني من خلال، نعم، ميليشياتهم في مالي وغير ذلك، عندك الأتراك، عندك الإماراتيين، حتى الأمريكان، فهناك فواعل أخرى تدخل إلى المنطقة، ويعني وهذه الفواعل تتمدد يعني في الفراغ الذي يخلفه المستعمر الفرنسي القديم. ولكن رغم ذلك فرنسا على مدار 30 سنة يعني كبحت كثير من مشاريع التغيير الديمقراطي في المنطقة، يعني الجزائر على وجه الخصوص، فرنسا، تونس يعني من خلال تدخلاتها، حتى روابطها القوية مع موريتانيا ومع المغرب، فيعني لا تزال يعني فرنسا إلى غاية اليوم تمارس دورا معيقا يعني للتحرر وللديمقراطية في المنطقة. يعني على سبيل المثال أنا كتبت قبل فترة حول مواقف القوى الكبرى من الحراك الشعبي في الجزائر، فعلى مدار 6 أشهر الأولى للحراك كان هناك غرفة عمليات يعني دائمة الاجتماع في فرنسا، لأنه يعني كان هناك دق لناقوس الخطر، نعم، لأنه هذه القوى تعتبر أنه الدكتاتور الذي تعرفه خير من الديمقراطي الذي لا تعرفه، نعم، يعني فهذا مبدأ يعني، نعم، تعمل به بشكل يعني دائم، هو مبدأ واقع، نعم. بتعزيز ذات الفكرة أستاذ محمد، يعني هناك ثورات قامت في الحالة العربية وتأسست حالة ديمقراطية وحالة حزبية، لكنها أيضا فشلت في تحصين لربما الحالة الجديدة، ما استدعى أن يكون الانقلاب التالي سهلا. نضرب الحالة التونسية مثالا، الحالة التونسية ثرية حزبيا، الحالة المدنية فيها متقدمة جدا من خلال النقابات، من خلال الجمعيات، بالتالي هناك وعي مجتمعي يعني
يفترض أن ينتج ثمرة ناضجة بعد الثورة التونسية. ما يجري اليوم هو خلاف كل ذلك، لماذا رغم أن الحالة الحزبية متجذرة؟ أنا هنا قد أعرض يعني بالنسبة للموضوع، هل هناك نضج سياسي حقيقة عن القوى الثورية التي وصلت إلى الحكم في بعض البلدان العربية؟ أنا أرى أن هذا الأمر يعني لم يتضح بشكل كبير، يعني لم يكن هناك نضج بالمعنى النضج الحقيقي، وهذا له أيضا عوامل كثيرة مرتبطة بقضية أنه هذه القوى التي يعني جاءت بعد الثورات هي كانت في واقع الحال قبل الثورات كانت مغيبة ومهمشة في مجتمعاتها، فبالتالي لم تكن يعني هي تفتقر إلى الخبرة السياسية، تفتقر إلى وضوح المشروع، تفتقر إلى وضوح الرؤية. لذلك رأينا أن هناك بغض النظر عن موضوع أن يعني القوى الدكتاتورية التي يعني قامت بالانقلاب عليها هي أسوأ أكيد أشد سوءا منها، ولكن حقيقة كان هناك نوع من التخبط عند هذه القوى، يعني في الفترة القصيرة التي حكمت كان هناك نوع من التخبط، لم يكن هناك استقرار داخلي، وهذا أيضا لا تتحمل مسؤوليته بشكل كامل هذه القوى. يعني هذا عدم الاستقرار الداخلي الذي حصل عقب الثورات جزء منه نعم بسبب عدد النضوج السياسي لدى هذه الحركات. نعم. الأمر الآخر هناك تضييق، هناك يعني نوع من كما تفضل الدكتور هناك يعني كان غرف عمليات في كل البلدان تتابع ما يحصل في هذه البلدان، تتابع ما يحصل من قبل هذه الحركات، كان هناك تآمر على هذه الحركات. نعم. شيء ما بين يعني نحن نعيش في ظل عالم تحكمه نظرية واقعية على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى السياسات الخارجية، هذه الواقعية تقوم على فكرة القوة، فبالتالي القوة هي التي تتحكم، فالقوي هو الذي يفرض سياسته على الآخرين، فبالتالي هذه الدول القوية لها مصالح في هذه الدول الضعيفة، فبالتالي هي تريد أن تحافظ على هذه المصالح، لذلك كانت تضعم حتى في بعض الأحيان الدكتاتوريات في سبيل الحفاظ على مصالحها. وأكبر مثال على ذلك يعني تخيل الدولة التي تعتبر هي القائد للمعسكر الليبرالي في العالم والولايات المتحدة الأمريكية، رئيسها كان يتشدق ويقول دكتاتوري المفضل، كان يصف السيسي بدكتاتوري المفضل. تخيل دولة ليبرالية تدافع عن القيم الليبرالية وتؤيد حالة انقلابية دموية. هذا يعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية، يعني قال بها جورج بوش الابن، قال نعم. ليس هناك لنا أصحاب دائمين ولا أعداء دائمين، هناك مصالح دائمة لنا، فبالتالي هم يعني هناك مصالح لهذه الدول هي تعمل على حمايتها، فبالتالي هناك عوامل داخلية مرتبطة بعدم نضوج سياسي لدى هذه القوى التغييرية. الأمر الآخر أن الدول الكبرى لها مصالح، وبالتالي هي تضيق على بعض الحركات التي جاءت لتحكم هذه البلاد، إما لإخضاعها وإما إذا لم تخضع فهي تريد أن تغيرها عبر دكتور الخلابات. عمر، لو أخذنا مثال الحالة الجزائرية، هناك حراك قوي، حراك استمر لعدة شهور، كثيرون داخل وخارج الجزائر اعتقدوا أن الثمرة ستساوي حجم الحراك أو المطالب على يعني على أبسط حال. ما جرى البعض اعتبره شكل ناعم بالالتفاف على هذه المطالب، والبعض اعتبره حالة ديمقراطية طبيعية، هناك من ذهب وهناك من لم يذهب إلى صندوق الانتخاب. في الحالة الجزائرية، في حالة الحراك الجزائري، هل ما تم ضمن سياق طبيعي منطقي أم أنه شكل جديد من أشكال الانقلابات كما سماها البعض، الانقلاب على مطالب الشارع لكن بحالة ناعمة هذه المرة؟ في توصيف الانقلابات يعني عادة أساتذة العلوم السياسية يقولون أنه الانقلاب على الانقلاب ليس بانقلاب، نعم، بمعنى هو حالة مستمرة. يعني في التاريخ الجزائري يعني جذور الأزمة السياسية الجزائرية تعود يعني بشكل مبكر إلى الأشهر القليلة بعد الاستقلال، عندما زحف جيش الحدود على السلطة الحكومة الجزائرية المؤقتة واستولى على الحكم. منذ ذلك الحين فيعني نحن نعيش بتوصيف الخبراء ما يسمى بالانقلاب المستقر. نعم، الانقلاب المستقر. توازنات القوى التي يعني التي ميزت الشارع الجزائري، أعتقد أنه المسار الأحداث كان مسارا طبيعيا. لماذا؟ لأنه الجهة الأخرى الشعبية التي كانت تحتج على العهدة الخامسة وتحتج على ملفات الفساد وغير ذلك لم تكن تملك القوة اللازمة حتى تحقق الثمرة المرغوبة أو المطلوبة. يعني نحن دائما نخطئ يعني ونتعامل بشكل عاطفي عندما نتعامل مع الشعوب كمؤسسات رصينة للدولة. نعم. الدولة منظمة وتملك أجهزة وموارد كبيرة، أما الشعوب خصوصا في الدول التي هشمت فيها النظم السياسية، وسائط المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التعبير والإعلام، فيعني بالنهاية قضت على التنظيمات التي يمكن أن تصنع النموذج الذي يحتذى. طبعا التجربة الجزائرية هي تجربة، الشيء الجميل فيها أنها يعني
يعني لم تكن هناك يعني مسارات كبيرة للعنف. نعم. يعني كان هناك يعني احتكاك بين الجماهير غفيرة وبين النظام السياسي في الجزائر. وهذا النظام في حد ذاته عندما حق يعني حاول أن يحدث بعض الانتقال ويطوي صفحة الرئيس السابق بوتفليقة يعني قام بذلك بوسائل ناعمة أيضا، يعني لم يقم بذلك بوسائل خشنة. هذا يقودنا إلى أن نميز في المنطقة العربية. نعم. بين تيارين أو بين نموذجين يعني للتغيير في المنطقة. هناك أنظمة سياسية يعني يمكن أن تصنف على أنها أنظمة ديكتاتورية تلجأ إلى الانقلابات العسكرية الخشنة، وهناك أنظمة لا يصح أن تنعتها بديكتاتورية لكنها أنظمة. نعم. سلطوية. نعم. سلطوية تلجأ في أغلب الأحيان إلى القوى الناعمة يعني لفرض أجندتها على وتبقى المحصلة واحدة وتبقى موجودة. نعم. طبعا. تبقى واحدة. المحصلة والنتيجة. نعم. واحدة. نعم. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ضيوفي الكرام، وأنتم أيضا مشاهدين نعاود بعده ما تبقى من هذه الحلقة، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي نعالج فيها فكرة الانقلابات في المنطقة العربية. ضيوفي في الأستوديو هنا الأستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية، ودكتور عمر روابحي خبير دراسات شمال إفريقيا لدى مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أهلا بك معنا مرة أخرى دكتور عمر. نذهب إلى هذا العرض حول تاريخ الانقلابات في المنطقة العربية. إذن كان هذا عرضا لأبرز حالات الانقلاب في الحالة العربية. أستاذ محمد، كيف يمكن للخصومة السياسية، لنأتي على جزء يعني رئيس في العوامل الداخلية، الخصومة السياسية بين الحالة الحزبية، كيف يمكن أن تؤسس أو تساعد أو تنعش آمال المنقلبين سواء كانوا سياسيين أم عسكريين؟ هو في الأصل الاختلاف السياسي، الاختلاف الحزبي بالذات. نعم. لأنه عندما نتكلم عن مفهوم الأحزاب نتكلم عن يعني الأحزاب تمارس في العادة دورة بشكل طبيعي داخل نظام ديمقراطي. نعم. في غير النظام الديمقراطي ليس هناك تعددية. فكرة الأحزاب قائمة على موضوع التعددية وممارسة الحكم، وبالتالي هناك تنافس بين هذه الأحزاب للوصول إلى الحكم من خلال الديناميكيات الديمقراطية. ولكن في بعض الأحيان يعني نعم الانقسام السياسي في البلد قد يعزز هذا الأمر باعتبار أن الانقلاب هو محاولة لتغيير نظام سياسي قائم. نعم. فبالتالي وجود خصومة سياسية بين أطراف متعددة لا شك أنه يعزز المنحة
خاصة إذا كنا نتكلم عن بلد ليس فيه ثقافة ديمقراطية. نعم. نحن عندما نتكلم عن الديمقراطية هي ليست فقط نظام حكم وإنما هي ثقافة اجتماعية. نعم. فبالتالي في بعض البلدان التي فيها الثقافة الديمقراطية معززة بشكل كبير يندر أن ترى حالة انقلاب، بل قد لا ترى أبدا حالة انقلاب. ولكن في بعض الدول التي هي في الظاهر هناك مؤسسات، يعني تقسيم مؤسساتي بشكل ديمقراطي، ولكن الثقافة الاجتماعية ليست مؤصلة على موضوع الديمقراطية، في هذه الحالة نعم قد يؤدي الاختلاف السياسي إلى محاولة للانقلاب أو إلى تعزيز روحية الانقلاب أو منح الانقلاب، باعتبار أن هذا المجتمع هو لما لم يكن فيه ثقافة التعددية السياسية كان فيه الأوحدية السياسية، فبالتالي هذا سيؤدي نعم إذا اختلف مع الآخر إلى رفضه وإلى محاولة إلغائه، وبالتالي هذا سيعزز منطق الانقلاب الموجود في هذه الدول. نعم، بذات الفكرة دكتور عمر، لو أخذنا النموذج التونسي على سبيل المثال، تونس دولة حزبية ومؤسسات المجتمع المدني فيها متجذرة وقديمة والنقابات وما إلى ذلك، كيف تمكن يعني رئيس الدولة اليوم من القفز فوق هذه الخبرة المدنية إنجاز لنا الوصف والتعبير والقيام بهذا الانقلاب دون الاستعانة بمؤسسة الجيش؟ يعني شكل من أشكال الانقلاب الناعم الذي تحدثت عنه قبل قليل. هو الجزم بأنه دون الاستعانة بمؤسسة الجيش أو المؤسسة الأمنية على الأقل في الظاهر ليس يعني. دقيقا. نعم. ليس دقيقا نعم. لأنه طوال الفترة الماضية المتتبع للشأن التونسي يلاحظ أنه الرئيس قيس سعيد يعقد اجتماعات يعني ويظهر على مستوى الصورة مع القيادات الأمنية ويخرج معهم لتدشين المشاريع وغير ذلك، يخطب فيهم إلى غير ذلك، فكان هناك تحالف أو تلاقي مصالح بين الطرفين. وبالمناسبة جوهر الانقلابات بشكل عام في العالم كله هو أجهزة حفظ النظام، سواء كانت جيشا أم استخبارات أم مؤسسات أمنية. فالأشخاص الفرد الديكتاتور أو المتسلط لا يستطيع أن ينفذ انقلابه دون أن يستعين بهذه الوسائط والمؤسسات. في تونس يعني لم يكن السيناريو الأفضل للحصول على هذا المشهد الحالي الآن أفضل من السيناريو الانقلاب الدستوري. نعم. أو الانقلاب المدني يعني كما يحلو للبعض أن يسميه. لماذا؟ لأنه الثورة التي حدثت في تونس أو الانتفاضة الكبيرة التي حدثت في تونس قطعت مع عهد التسلط الأجهزة الأمنية وعهد القبضة قبضة مؤسسات أجهزة حفظ النظام وغيرها، فلم يكن يعني مستساغا إعادة التصوير بنفس بنفس الفواعل يعني. فكانت أفضل شيء الحدث هو أن يكون هناك رئيس منتخب وأن يقدم على إجراءات غير دستورية يعني تحت غطاء الشرعية التي حصل عليها في الانتخابات. يعني هذه مناورة يعني حدثت في تونس يعني، وهي مناورة ذكية للغاية يعني، ذكية للغاية، لأنه لو حدثت بشكل آخر كان يمكن أن تلقى معارضة كبيرة. نعم. أنطلق من النتيجة التي توصلت لها دكتور عمر، هل بتنا اليوم أمام حالة انقلابية أكثر ذكاء في الحالة العربية؟ بمعنى لربما شذت عنها المسألة السودانية باعتبارها انقلابا عسكريا، هل أصبح النظام الرسمي العربي البعيد عن الحالة الديمقراطية أتحدث يتبنى أشكال الانقلابات الناعمة أو الذكية لنقل؟ هل هذا هو مستقبل الحالة السياسية العربية؟ أنا أظن أن كل ساحة لها خصوصيتها. نعم. يعني بمعنى نعم في تونس الموضوع ربما لو حدث بطريقة عنيفة جدا. نعم. ربما أدى إلى ما لا يحمد عقباه في الساحة التونسية، وهذا ربما يتنافى مع مصالح الناس الذين قاموا بالانقلاب. نعم. وبالتالي له خصوصيته. في أماكن أخرى لا، نحن رأينا أن هناك انقلاب كان دمويا أدى إلى قتل الألاف في ساعات يعني كما. نعم. حصل في رابعة وفي غيرها. نعم. من يعني فبالتالي هذا الموضوع مرتبط بالساحات وبخطورة هذه الساحات وبموقع يعني الجيوبوليتيك يلعب دورا مهما أيضا. نعم. في هذا الموضوع هناك دول مثلا مثل مصر تحتاج فيها إلى حزم وتغيير سريع وقوي، لأن مصر تمثل أولا بما لها من ثقل على المستوى العربي، أيضا بأنها من دول التوقيع على يعني حدود الكيان الإسرائيلي. نعم. فبالتالي أي فوضى فيها باعتبارها الدولة الأقوى أو الدولة الأكبر عربيا سيؤدي ربما إلى أشياء يعني غير مطلوبة على المستوى الدولي. فبالتالي أنا أرى أن كل ساحة لها خصوصيتها، والمتحكم في هذا الأمر الجيوبوليتيك وأيضا بعض الأشياء المتعلقة بالأحداث الكبرى في المنطقة والقضايا الكبرى في المنطقة، منها القضية الفلسطينية وواقع الاحتلال الإسرائيلي لهذه. نعم. الدول. لذلك هذا التغيير ربما أيضا يعني هذا يؤثر أيضا على التغيير، يعني هناك دول يعني مثلا في سوريا
التغيير فيها لم يكن أو الذي كان يعني يطمح بأن يحصل لم يحصل أيضا لأسباب متعلقة بالجيوبوليتيك بموقع نعم. سوريا نعم. من فلسطين المحتلة. لو لم تكن سوريا أو مصر لربما كانت المسائل مختلفة بشكل. طبعاً. دكتور عمر نعم. نتجه بقوة باتجاه الأنظمة السلطوية بأشكال متعددة، يعني من يحكم الحالة العربية اليوم هي أنظمة سلطوية بالغالب، أو يمكن الحديث بجميع النظام الرسمي العربي. هل هذا هو الشكل المقبول الذي بات يجري الحديث عنه والتغطية فيه أمريكيا وغربيا، بالتالي لا داعي للذهاب لأي أشكال أخرى؟ هذا ليس الشكل المقبول لكنه الشكل السنني. نعم. وبالمناسبة ظاهرة السلطوية هي ظاهرة عالمية الآن، يعني ليست مرتبطة فقط نعم. بالعالم العربي، يعني حتى التيارات اليمين المتطرف في أوروبا هي نوع من أنواع السلطوية أيضا الزاحفة نعم. إلى هذه النظم الديمقراطية العريقة. فقلت أنه المنطقة يعني في النظم السلطوية في الحقيقة هي يعني تشبه ما حدث مع الثورة الفرنسية تحديدا، عندما يعني حدثت الثورة الفرنسية فرنسا مكثت يعني تقريبا 70 سنة حتى ظهرت كجمهورية تحتفي بحقوق الإنسان وفيها عدالة ونظام قضائي وتوازن بين السلطات. فردود الفعل التي تأتي عادة بعد الانتفاضات الكبرى وبعد الثورات الكبرى، خصوصا عندما تفشل هذه الثورات أو تفشل إلى حين، ربما ليس تفشل حتما، تفشل إلى حين، تكون دائما يعني تعيد السلطوية كأنها تكشر عن أنيابها. فأنا أعتقد أن المرحلة التي نعيش فيها الآن في العالم العربي هي مرحلة سننية طبيعية، لكن ما حدث قبل 10 سنوات سوف تكون له آثار كبيرة جدا في التخلص من السلطوية على المدى الطويل. نعم. يعني من يقرأ عالم الأفكار ومن يدرس التاريخ السياسي للتحركات الاجتماعية الكبرى يدرك ذلك، أنه الجيل الذي يقوم بالانتفاضة والجيل الذي يقوم بالثورة ليس هو الجيل الذي يقطف ثمار نعم. وإنما هو يقوم بذلك للأجيال التي تأتي فيما بعد. نعم. شكل النظام السياسي أستاذ محمد إلى أي مدى يشجع، يسرع، يبطئ من إغراء الجيوش إنجاز التعبير أو إغراء النخب السياسية القادرة على الانقلابات الناعمة؟ الأنظمة الجمهورية، الأنظمة الملكية، البعض يعتقد أن الأنظمة الملكية هي تبطئ ولا يعني تثبط أي عملية للانقلاب. هل لشكل النظام السياسي العربي دور في ذلك؟ يعني لدي أمثلة، مثلا السعودية، الأردن، البحرين، الإمارات، جيبوتي، الكويت، المغرب، لم يحصل فيها انقلابات يعني مثل الدول الأخرى وأغلبها ممالك. نعم نعم. هو طبعا إذا نظرنا إلى واقع النظام الملكي هو نظام يقوم على عصبية. نعم. يعني وفيه استبداد، يعني نظام استبداد بمعنى أنه حكم الرجل واحد، موناركي، يعني هو حكم الشخص الواحد هو الملك. ويعني لأنه حقيقة يعني الكلام حتى عن ملكيات دستورية في الدول العربية نعم. أنا أعتقد أنه أمر بعيد جدا جدا، ليس هناك ملكيات دستوريات على نطاق ملكيات دستوريات الموجودة في العالم. نعم. بل هو شخص الحاكم هو الذي يحكم، شخص الملك، وبالتالي هو يستبد بالحكم، ويعني هو يقوم هذا الحكم يقوم على عصبيات، بخلاف الحكم الديمقراطي الذي يفترض أن يقوم على مؤسسات، فبالتالي المؤسسات غير مشخصنة، وبالتالي ليس فيه العصبية القوية الموجودة في الأنظمة الملكية. نعم. فبالتالي في الأنظمة التي هي أنظمة ديمقراطية أو يفترض أن تكون ديمقراطية، أو يعني أضع خطوط تحت هذه الكلمة، يفترض أن تكون ديمقراطية، هي قائمة على حكم في الظاهر أنه مؤسسات غير مشخصنة، وبالتالي هذا سيسهل من عملية، يعني السلطة لا تكون متماسكة كما هي الحال في الأنظمة الملكية التي تقوم على عصبية تتمحور حول شخص الحاكم. فبالتالي طبعا هذا سيسهل بشكل كبير أن تكون الجيوش لها دور أكبر وسلطة أكبر، أو لها سهولة، أو فيها تمارس سهولة أكبر، أو عندها سهولة أكبر في القيام بهذه الانقلابات. أما في الدول التي يعني فيها نظام ملكي فسيكون الأمر أصعب. نعم. غير مستحيل ولكنه أصعب. نعم. العامل الاقتصادي دكتور عمر، اشتغال الجيوش تحت هذا العنوان سؤالي، اشتغال الجيوش بالبزنس، اشتغال الجيوش بالاقتصاد، دخولها في عالم المال والأسواق والربح والخسارة والبورصات، إلى أي مدى هذا أيضا يصعب بشكل كبير جدا من نجاح الثورات، بالتالي يمهد للانقلابات في حال مجيء أي نظام سياسي سيغير قواعد اللعبة الاقتصادية بوجه هذه الجيوش التي دخلت في عالم المال؟ أنت تذكرني الآن بمقولة لجمال حمدان الأستاذ الجغرافيا السياسية المصري. نعم. المتوفى في 90s أعتقد، عندما يعني في كتابه شخصية مصر يتحدث عن مصر وعن غيرها من الدول المشابهة لها، أنه الجيوش فيها يعني تقوم بالسياسة في مواجهة التحديات الخارجية، وتقوم بالقمع والتغول في مواجهة التحديات الداخلية، فدورها معكوس. نعم.
لذلك الجيوش التي لا تشتغل على يعني تطوير منظومات الدفاع والتصنيع العسكري والدفاع عن البلد من الأخطار الخارجية هي حتما الطبيعة تكره الفراغ، فهي سوف تشتغل بالتدخل في السياسة وفي الاقتصاد. الذين يدرسون ظاهرة الفساد يعني بشكل عام، والفساد هو يعني كمصطلح مرتبط بمن يدير الشأن العام، الذين يدرسون الفساد يقولون إذا التقى ثلاث أشياء مع بعض، يعني إذا التقى يعني الرتبة العسكرية مع المنصب السياسي مع الشركة الاقتصادية فهذا أكبر باب استبداد من أبواب الفساد. في السنوات الأخيرة يعني نحن نشاهد ما يسمى بالتنميط واستنساخ ما يحدث في مصر، النموذج المصري، بحيث أن الجيش يتدخل في كل مناحي الاقتصادية ومناحي الحياة الاقتصادية، ولكنه لا يستطيع أن يتخذ موقفا حازما لإيقاف التهديد في سد النهضة مثلا. فهو يتوسع مفارقة. هذه مفارقة. فهو يتوسع داخليا، ويعني هناك يعني استنساخ في كثير من البلدان العربية بما في ذلك تونس وغيرها، الجيوش أصبحت تشتغل في المجال الاقتصادي، وهذا يعني في الحقيقة يدل على تردي الأوضاع وعلى انتشار الفساد بشكل كبير جدا، لأنه بعد عندما يتدخل الجيش في السياسة فهو يصحرها، وعندما يتدخل في الاقتصاد فهو ينهبه بشكل كامل. وأنا أعود يعني إلى سؤالك السابق الأستاذ محمد، عندما تحدثت عن الملكيات والجمهوريات، الملكيات بالنهاية خصوصا الغنية منها، نحن نستثني المغرب يعني كدولة يعني لديها موارد ضعيفة نوعا ما، والأردن أيضا، والأردن أيضا، الملكيات بشكل عام يعني في المخيال السياسي وفي المخيال الثقافي للملك هو يعتبر أنه هذه الأرض أرضه وهذا الشعب شعبه، لذلك فهو يمنحها أو يجود عليها بشيء مما يحقق لها بعض الرفاه، في حين أن الجمهوريات لا تعتقد هذا الاعتقاد فيتنهب ما استطاعت إلى ذلك سبيل. لو ذهبنا إلى الحالة الباكستانية، يعني نبقى في حالة المنطقة، هي كانت حالة لافتة، نحن أمام رئيس وزراء اتخذ سياسة معينة تجاه الصين تجاه روسيا، بالتالي تناقض ذلك لربما مع المصالح والمطالب الأمريكية. رأيك بما جرى في باكستان، هل هو طبيعي لعبة ديمقراطية أغلبية، أم أن المسألة تنتمي إلى سلسلة الانقلابات الناعمة كما تحدثنا في الحالة العربية؟ يعني هو لو دققنا فيما حصل في باكستان، يعني قضية الآلية التي حصلت، لا شك أنها آلية دستورية في الظاهر، ولكن ما حصل من يعني فتح المؤسسات الحكومية والقضائية في يوم عطلة، يعني تم جلب هؤلاء وفتحهم في يوم عطلة، وتم طرح هذا الموضوع للتصويت، وتم يعني التصويت على عزل يعني عمران خان والمجيء بشهباز شريف. فبالتالي من حيث الظاهر هي حصلت بآلية قانونية، ولكن لو تتبعنا السباق والسياق واللحاق، بمعنى السباق ما الذي حصل، موقف عمران خان الذي أشرت إليه حضرتك الذي اتخذه وكان ربما مفارقة في التاريخ السياسي الباكستاني المعاصر، باعتبار أن باكستان كانت دولة حليف أساسي لأمريكا، هو استطاع أن يخرج عن هذا السياق وأراد أن يمارس نوع من السيادة، حد أدى من السيادة، باعتبار أنه له آراء في المواقف باتجاه الدول. هذا السباق، ثم السياق الذي حصل، باعتبار أن هذا الأمر كما قلت لك حصل بطريقة غير طبيعية، هو نعم بطريقة صورتها أنها صورة دستورية صحيحة، ولكن غير طبيعية، باعتبار أنه يعني حصل فتح لهذه المؤسسات في يوم عطلة، وتم جلب الشخصيات من عطلتها إلى المؤسسات لتقوم بهذا الاستحقاق، وهذا ما أدى إلى اعتراض نواب حزب عمران خان وانسحابهم من الجلسة، وبالتالي هذا السياق واللحاق فيما بعد، أنه أصلاً الشخصية التي أتت هي معروفة بتوجهها التاريخي بأنها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هذا سيؤدي إلى القول أو الاستنتاج بأن حقيقة هناك أمر حصل هو خارج إطار الإرادة الشعبية التي تعكسها الممارسات الديمقراطية، وإنما ما حصل هو عبارة عن صراع مصالح، وهناك مصلحة كادت تفقدها الولايات المتحدة الأمريكية، ورأت أن مصلحتها الآن أن تغير نظام الحكم لتأتي بنظام حكم يتماشى مع مصالحها. هذا ما يعني تمليه أو ما يعني تستنتجه الواقعية السياسية على مستوى العالم. فبالتالي هذا أمر يعني لابد إخفال التدخل الخارجي فيه. نعم دكتور عمر، في الحالة الباكستانية والتي يمكن أن تكون درس للحالة العربية بطبيعة الحال، أين الجانب الشعبي قد يسأل البعض؟ يعني لم يفز عمران خان بالتزوير، فاز بمنطق الأشياء، بمنطق الصندوق، بمنطق التحالف مع أحزاب أخرى، أين الشارع؟ يعني سواء في الحالة الباكستانية أو في الحالة العربية بعد حصول الانقلاب، هذا الشارع العظيم الكبير الذي قام ودعم
الثورة وما إلى ذلك، أين يغيب في مثل هذه المفاصل؟ أنا أقول هنا أن النظم الدستورية المستقرة والنظم السياسية المستقرة هي النظم التي لا تترك ثغرات قانونية لا للشارع ولا للعسكر مع بعض، يعني مع بعض، لأنه إذا وصل يعني إذا قادت هذه الثغرات القانونية إلى نزول الشارع أو تدخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فهذا يعني فتح باب أزمة كبيرة جدا، يعني يصعب سد هذا الباب. لذلك يعني الغربيين مثلا يعني أبدعوا كثيرا في ضبط التوازنات بين السلطات بشكل دقيق جدا. يعني أنا أعطيك مثال بسيط فقط، في فرنسا مثلا في منتصف القرن التاسع عشر كان هناك انقلاب عسكري يعني ضد المؤسسة الملكية وفشل هذا الانقلاب، وكان هناك تورط للجيش الفرنسي فيه. السلطات التي أتت فيما بعد منعت العسكريين الفرنسيين من التصويت لمدة 100 سنة. 100 سنة؟ 100 سنة، نعم. حتى منتصف القرن العشرين تم إعادة هذا الحق لهم للتصويت. يعني هناك آليات دقيقة جدا ينبغي أن تضبطها. يعني على سبيل المثال بعض النظم الدستورية والقانونية تشترط على السلطات المدنية أن تقوم بتدوير المناصب القيادية الأمنية والعسكرية حتى لا يجلس أحد في منصب 20 سنة. يدورونها. وبعض النصوص أيضا تشترط حتى أن يكون هناك تناقض بين الشخصيات التي تمسك المؤسسات الحساسة، يعني كأن تكون هناك خلافات شخصية، يعني أنت تضع وزير للدفاع يكون على توتر دائم مع مثلا رئيس الاستخبارات. يعني هناك آليات يعني مدروسة الآن وهي جاهزة يعني للتطبيق، إذا لم تحترمها النظم التي تقوم فهي تنبئ بأن تترك المجال للتدخل العسكري أو للثورة الشعبية. وبالمناسبة أثبتت التجارب أن الهبات الشعبية والانتفاضات الشعبية إذا لم تكن فاعلة في 48 ساعة الأولى فانتهى الأمر. كما يقول أنصاف الثورات مقاتل، مقابر للثورات. نعم، يتعين أن تستمر المسألة بشكل طويل. الحديث يطول في هذه المسألة باعتبارها مسألة فلسفية تحليلية أيضا ضمن هذا الإطار، علنا نجتمع في حلقة أخرى لكن هذا ما سمح به الوقت. كل الشكر لمشاركتك ووجودك معنا دكتور عمر رواحي، خبير دراسات شمال إفريقيا لدى مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، وكذلك أستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية. ولكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، أترككم في أمان الله.